لشرب الحليب فوائد عديدة ومنها ما يلي: يمد الحليب الجسم بأغلب احتياجاته اليومية من الكالسيوم والبروتين والفيتامينات والأحماض الدهنية. تناول كوب من الحليب يوميا يقوي الذاكرة ويمنع من تراجع القدرات الإدراكية للإنسان، حيث أثبتت الدراسات أن ذاكرة من اعتادوا على تناول كوب من الحليب يوميا تكون أقوى بخمسة أضعاف من الآخرين. يحتوي على احتياجات الإنسان الأساسية من فيتامين د الذي يساعد في بناء العظام والأسنان ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام. يساعد على فقدان الوزن، حيث إن شرب كوب من الحليب قبل تناول الطعام يجعل الإنسان يأكل بكميات أقل، مما يساعده على فقدان السعرات الحرارية بشكل أسرع، بالإضافة إلى أنه ليس من الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، كما أن عنصر الكالسيوم الموجود في الحليب يعمل على وقف إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم. يساعد أيضا حمض اللينوليك المتحد الموجود في الحليب على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتي يصعب التخلص منها. يحتوي على جميع العناصر الضرورية للمرأة الحامل وجنينها، وينصح الأطباء المرأة الحامل بتناول ما لا يقل على 3 أكواب من الحليب يومياً، كما أنه يساعد على إضرار الحليب عند المرأة المرضع. يحتوي على البروتين الأساسي لنمو الشعر، حيث إن تناول كوب من الحليب يوميا يقوي بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه. يساعد على النوم الهادئ خاصة عند تناوله قبل النوم، فهو يحتوي على الحمض الأميني المعروف بالتريب بوتوفان، وهذا الهرمون يعزز إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد على النوم. يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكري، وينظم ضغط الدم خاصة عند الرجال. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات كسرطان القولون، كما أنه يمنح الجسم الترطيب اللازم ويعوضه عن السوائل المفقودة.